أجل صلوا أياه مستمعين النظام، صلوا أياه مستمعين النظام، صلوا على النبي خير الأنام، صلوا أياه مستمعين النظام، صلوا على المختار الآن. بعد اسمعها مني مرة نضبط اللحن، هذا فرقة وأنا واحد، أنتم فرقتي، يلا منو يغلب؟ كلنا غالبين إن شاء الله بيحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ها صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي خير الأنام، صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي خير الأنام. أروي إليكم نبأ من ذهبي، وأي سعد مثل مولد النبي، هذا الذي جاء بأغلى تهنئة من عام 70 على 500، 7 أيام لعشرة تلي، مضينا من شهر ربيع الأول، ماذا جرى في يومها، ماذا جرى، أقدس نور شع في أم القرى، جاء بعام الفيل أحلى خبري، عام به مولد خير في جمعة في جمعة فيها الهنا تورد، قد ولدت آمنة محمد، قد ولدت آمنة محمد. صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي خير، صلوا صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي خير. قيل ببشرى مول يومه الحبيبة، قد وقعت حوادث عجيبة، إيوان كسرى وبغير العادة، ارتج رجا ساعة الولادة، ارتج رجا ساعة الولادة، ونار فارس إليه انخمدت، وهي التي بين البرايا عبدت، جفت له بحيرة العجائب، لا جفت له بحيرة الغرائب، فهو لعمري أعجب العجائب، وإنما حارت به الأوهام حين هوت بالكعبة الأصنام، كأنما جرى يقول منشدا، كأنما جرى يقول منشدا، يا أرض فلتستقبلي محمد، يا أرض فلتستقبلي محمد. صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي خير، صلوا يا مستمعين النظام، صلوا على النبي. بعد طلوع الفجر كانت طالعة شمس النبي في السماء السابعة، وحين حانت ساعة الولادة أحس كل الكون بالسعادة، وأمه ما شعرت بالألم، والنور شع من جوار الحرم، مكبرا مسبحا شكورا، وحامدا لربه كثيرا، يا هبة من خير واهب وهب، جاءت به آمنة بنت وهب، قد ولد الهادي بأبهى مولدي، والورد فاح عطره المحمدي، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلى الله على محمد. طيب الله أنفاسكم أستاذنا وشاعرنا ومدحنا العزيز.
بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة شفاعة من أذن لهم الرحمن محمد وآل محمد.